أعتقد بأنه هذا قرار استراتيجي بالنسبة للبلد لاعتبارات مهمة. الاعتبار الأول أننا نستورد حاجيتنا الطاقية من الخارج، أكثر من 90% من حاجيتنا نستوردها من الخارج. ثانيا أن الله حبانا بمؤهلات يعني طبيعية كبيرة جدا، والتكنولوجيا الآن تسمح باستغلال هذه المؤهلات الشمسية والريحية والمائية والبحرية وغيرها. ثم ثالثا نعتقد بأنه هذا اقتصاد مهم يجب أن ننخرط فيه وأن أن 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 نجد مكانا للمغرب في هذا التوجه العالمي. ثالثا رابعا هناك التزام كبير من بلدنا فيما يتعلق بالمناخ، والطاقة المتجددة تلعب دور كبير جدا. لهذه الاعتبارات فعلا ذهبنا بعيدا في هذه الاختيارات وحققنا نتائج الحمد لله، وأعتقد بأنه هذه التجربة المغربية بإيجابيتها وسلبيتها هي تجربة الآن نموذجية تؤخذ بعين الاعتبار، ومطلوب منا أن نحافظ عليها وأن نحافظ على الريادة مع كثير من الدول في أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا. أنا كما قلت سنؤمن هناك ما يسمى بالأمن الطاقي، وهذا شيء مهم. أنا جزء من طاقتنا وحاجياتنا الطاقية نتحكم فيها، وهذا شيء مهم بالنسبة لجميع الدول بما فيها الدول التي تنتج. لابد أن يكون هناك ما يسمى بالتحكم في الأمن الطاقي. المسألة الثالثة هو أنه هذه صناعة كاملة الأوصاف إن صح التعبير، ولذلك نحن محتاجون أن نطور هذه الصناعة الطاقية، أن تخلق قيمة مضافة، أن تكون فيها استثمارات كبيرة جدا تأتي إلى البلد، أن نخلق فيها فرص شغل، أن نذهب إلى الأماكن التي تبدو كانت يعني مهمشة لا يوجد فيها إلا الصحراء والريح والشمس ولا شيء. فهذه فرصة بالنسبة لهذه المناطق أن تعرف اقتصاد جديد مبني على هذه المؤهلات التي كانت في السابق ينظر إليها بطريقة سلبية. ثم أيضا رابعا أن يتحول البلد، وهذا شيء مهم بالنسبة إلينا، إلى واحدة من المناطق اللوجستية في مجال الطاقة. اليوم الجميع يتحدث على أن المغرب الآن محطة لوجستية للطاقة في مجال الطاقات المتجددة وفي مجالات غير الطاقات المتجددة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.